الله الرحمن الرحيم. النهاردة يوم الجمعة الموافق 22/4/2011، أول تجمع للشباب أصدقاء الطفولة بعد الثورة المجيدة العظيمة 25 يناير. وده طبعا البيت أو المزرعة بتاعت صاحبنا وحبيبنا إبراهيم زيان اللي دايما بيصادفنا هنا. تمام. للأسف أنا ملحقتش أصور التصوير الفطار الجميل اللي كان عامله لينا، قشطة وعسل وفطير، لكن ممكن أصور لكم البواقي اللي باقية من الجماهير اللي كانت بتاكل. دلوقتي أنا داخل المزرعة، ومكان الفطار اللي احنا فطرنا فيه هو ده. طبعا احنا مغطيين عشان الناموس والنمل والكلام ده كله، زي ما انتوا شايفين كده، يعني حاجات كده يعني. طبعا داخلين على الخص بقى الايه، الغرزة بتاعتنا الصغيرة. كلهم محمود قايم بدور الاهواج النهارده الارضيه. ده محمود فاروق ماسك الارضيه. الشاي اهو والنعناع. نعمل الارض طازه. وايه دول بدأوا على طول في البوله. باعوك يا معلم. اتبعت بقى في اول بوله. لا ما احنا قاعدين متفرجين برضو. نعمل الحاج علي. طب يا جماعه مش المفروض في سحبنا نسحب وبتاع؟ اه سحبنا. طب وانا واحد سحب لك. عيب ارد عليك. انت باشا. واحد سحب لك وسحبت ليه وليك؟ وطلعت انا وانت. لقيت ولاعه؟ بتهرج. لقيت ولاعه ولا لا؟ لقيت ولاعه. طبعا دي بوتل استيميشن انتوا عارفينها طبعا. طبعا الدور اوفر، طارق ما بيلمش. يلم الخمسه دلوقتي. اصبر ايه يا معلم؟ هو ده ركن الشيشه بقى. القعده العربي. مش عايز اقول ده ضيف ولا صاحب مكان. بتاع صاحب مكان طبعا. صار له واجي اللي بره. مش ده اول واحد اتصور. في حاجه مغمسه يا عم حاج فاروق. شاي. كان بص النعناع. بص الديكور النعناع. معلش في ديكور يعني. سلام. اي خدمه. شاب هوات. حساب على مين؟ حط ده انا بقى عشان ما تنسونيش. ها انا. ايوه عندك كده. هريدي فين؟ هريدي بتاعتك ايه؟ دي السكر زياده الاولانيه دي. ماشي علي مش عايز ده. انا صح علي؟ لا 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 تعالى. يلا نكتب. علاء عايز نعناع؟ علاء لا انا مش عايز نعناع خالص. طب ماشي ماليش في النعناع. هو ده باشا. ده من غير نعناع حاسب فيه نقطه هتنزل. انا شايف عادي ولا لابس ووتر بروف. انا هصور لكم برضو الخص اللي احنا قاعدين فيه. لما ده يلبسها ياخد لمه طبعا. زي انتوا مكون طبعا من بواقي الاخشاب والفينش. ركز على وفي جداريات موجوده على الحائط. على باشا من غيرنا. دي رسومات طبعا بتدل على العصر الحجري ايام الحاج زيان باشا القديم. مش عارفين كان مكتوب ايه. مكتوب ايه ده؟ فؤاد ده ولا مكتوب ايه؟ ايه ده صحيح؟ يلا خلاص. عموما احنا هنجيب طبعا علماء في الخطوط علشان يطلعوا الرسومات دي. طبعا ده واضح ان هي كانت رساله حب. رساله حب طبعا قديمه ايام مراهقه ابراهيم زيان. ابراهيم زيان مش عارفين ايه ده واضح ان ده كان كونتينر جاي من بره. 4/3/17/18. لا بس دي رسومات فرعونيه يا جماعه مش معقوله اهي. لا ما هو ابراهيم شغال في الاثار اليومين. في الاثار. في اثار الزرع. هايل اثار الزرع. وطبعا ده علم من اعلام القليوبيه. قول لما معلقه في القص. العمار يا قول له. هي من زمن التاريخ القديم. مياه. طب ما تجيب لي يعني في طفايتين جنب. سجل البوله دي سميها ايه؟ تسميها ايه البوله دي؟ احلى تونه شاي. اتلم في تسجيل. في خبر كويس جاي في الاهرام اهو، بيقول منع ابراهيم سليمان من غسل وتهريب ملياري جنيه قبل اعتقاله. ما شاء الله. 2 مليار. تصوير وقله قدم ومسخره. نعم. تصوير وقله قدم ومسخره. مسخره. 50 يا خمسينة. شكرا يا باشا. مش عايزين الفاظ وحشه عشان ماشي. عمال اقول له مفيش فايده. ده لسانه وتقطع. حله الوحيد لسانه وتقطع. عامل لسه واكل لسه حمار. هنعمل له ايه ده؟ 5 ترفل. لا لسه راضي على البقره. راضي على البقره لسه حمار لسه هيعمل. والله في اول التصوير قلت نفسي اصور التصوير بتاع الفطار دوت، بس ان شاء الله ملحوقه في الغدا يعني. هنشوف البلاوي ولا هتحس. ما
ما انصحكش تقف يا ابني قدامنا. ستة ريفلكت علاء بيفطر مرتين كمان ساعة يقوم. ايوه بالظبط. صورنا لوحدي عيب اللي بعد. هو علاء ليه مقولة شهيرة يعني قالها النهاردة ان الفطير بيخلينا جوع تاني. لا بجوع بعد ساعة. بعد ساعة حتى يحرم عليك اكل الفطير بعد كده. طب هناخد فاصل ونوصل بعد كده. ايوه يلا سلام.